اخيرا خرجنا مع بعض، احنا كان بقالنا كتير قوي ما خرجناش سوا. انا خلاص يا سالي قررت ان انا اعمل حاجه لمستقبلي، ايه رايك؟ موافقه؟ انا موافقه جدا. يلا بينا. وكفايه بقى كسل لحد كده، احنا من بعد الجامعه ما عملناش اي حاجه جديده. ايوه بس احنا لازم نظبط الانجليزي بتاعنا وناخد كام كورس كده عشان احنا ضايعين، ايه رايك؟ ايه ده، نروح كورسات ونذاكر الاثنين مع بعض؟ ما الحاجات اللي ورايا هعمل فيها ايه؟ وراكي؟ وراكي ايه؟ ورايا اكتر من حفله الشهر ده، ولازم اعمل شوبينج واحد يوم الخميس مع الشله. خلي بس الشله تنفعك لما هتروحي انترفيو هتترفضي عشان الانجليزي بتاعك الضايع. بقى انا بقولك مستقبلي وانتي بتقولي لي شله. هو يعني الناس اللي خدوا كورسات انجليزي عملوا ايه في حياتهم؟ هو يعني الناس اللي خدوا كورسات انجليزي عملوا ايه في حياتهم؟ لعبوا في ليفربول. يا بنتي ايه الكلام اللي انت فيها دي؟ بقولك هيبقى لينا قيمه ولما نقدم على اي شغلانه هنبقى مميزين وهنتقبل كده. كلام مقنع بس انا مش هعرف اصحى بدري. ييييه ده غير بهدله المواصلات. يا بنتي عقلي بقى، انت كده هتكسرين انا كمان. بصي سيبي الموضوع ده عليا، مش ده بلا مستقبل بلا كلام فاضي. صعد هلا زمان، مفيش فايده يا حنان. من فضلك لازم تاخدي خطوه، ما تسمعيش كلامه هنضيع. طب والشبه والخروجات هنعمل فيها ايه؟ احنا مش في بهدله. طب ماشي، كلها اوهام يا ريهام. هام 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 كفايه كده اوهام، سواد ضلمه. ياه كفايه لحد كده، مش عارفه اركز. انت مجنونه يا بنتي، انت بتكلمي مين؟ يا بنتي لا لا، انا كنت بفكر في حاجه بس في دماغي. طب ها قلتي ايه؟ احنا هنقولك تعملي ايه علشان دماغك مليانه صراعات كتير محدش حاسس بيها، ونفسك تعملي حاجه في حياتك بس مش عارفه تبداي منين. فور ليفل 1 حلتها لك وعملت لك برنامج 120 يوم تغيير، اللي هتدرسي فيه كل حاجه محتاجاها في رحلتك مع المستقبل. هتتعلم انجليزي ورياده اعمال واداره واتش ار وتسويق ومبيعات، والبرنامج هيكون مع اقوى مدربين ومؤثرين في مصر. هيجيبوا لك خلاصه العملي وهيحطوك على اول الطريق وبتكلفه مناسبه جدا. وفي خلال 120 يوم بس هتكوني عرفت تحددي هدفك في الحياه، سواء نفسك تفتحي بزنس او تشتغلي في اي مجال بتحبيه، وكمان هتكوني ظبطتي الانجليزي بتاعك. يا ريت بقى تقاومي الكسل والخوف، وكفايه تضيع وقت، واتصلي حالا على ارقامنا علشان نعرفك تفاصيل اكتر عن برنامج 120 يوم تغيير. محطه 120 تغيير، خلي الايجابي ينتصر. برعاية فور ليفل 1.